بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة بداية الترم الثاني وقدوم شهر رمضان المبارك. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على أمراض الدوج. الأول هنبدأ بأمراض الدوج، وبعد كده في آخر محاضرتين هيبقى ديسيز أوف كات. بالنسبة لأمراض الدوج أو القناين، القناين مهمش الدوج بس، دوج وطبعا والفوكس والولف، وبيخش معهم طبعا اللاينز أو الأسد أو الأسود. الأمراض بتاعة الدوج طبعا هنقسمها دلوقتي في البداية كده، وبعد كده هناخد الإيه هنتكلم عن القناين ديستمبر. طبعا هنتكلم عن common canine diseases. طبعا بنتكلم هنا عن القناين يعني الإيه الدوج والإيه والفصيلة الإيه الكلبية أو القناين. طبعا الهدف من التدريس بتاع الدوج ديسيزس او القناين ديسيزس ان انا اعرف تو ليرن ذا ميجور كاتيجوريز اوف قناين ديسيزس. هتعلم الايه المحاضره بتاعت النهارده هنقسم فيها الايه الكاتيجوريز بتاعت الايه القناين ديسيزس الى انواع مختلفه طبعا، وهنتعلم الاعراض بتاعتها تو ليرن ذا سيمبتومز اند ذا كوزس، وخاصه ان هي الايه انفكشوس كوزس اوف infectious disease بالنسبة لنا في الايه في الأمراض المعدية. disease category بنقسمها إلى viral وbacterial genetics وparasitic. genetic طبعا في الأمراض البطنة تاخدوها مع الزملاء، لكن احنا يخصنا هنا اللي هو viral وbacterial وايه. viral diseases viruses are microscopic disease agents. يبقى الفيروسات دي عبارة عن ايه حاجات صغيرة جدا بتقاس بالنانو متر.
اهم الدراسات اللي هندرسها في الترم ده مع بعض بتاعت القنايند. القنايند ستمبر هو اول واحده هنقول النهارده، او حصبه الكلاب، وبعد كده البرا انفلونزا فيروس اللي هي بتعمل كده القف، وهنتكلم اللي هي الهندسة السنة دي هو القناين ليبتوس بيروزس والبروسولوزس واللايم ديسيز. اللايم ديسيز دوت اكتشف سنة 1983 بالسبايروكيتس، المسبب بتاعه بيسموها البوريليا. اول 1984 فيرست كيس اوف قناين لايم ارثرايتس، هي طبعا البكتيريا دي بتعمل ارثرايتس، التهابات في الليمف نود وكده، بيسموها هي بتعمل ارثرايتس. اكتشفوا اول حاله سنه 1900. خلصنا البكتيريا وخلصنا الفيروس، قلنا الاسباب بتاع اللي هندرسها السنه دي يعني على الاقل في الترم الصغير ده. في طبعا بعد كده طبعا الامراض اللي هي طبعا الفطريه او الفانجل ديسيز. انتوا عارفين الفانجل دي طبعا سابروفيتك، ومن اهمهم اهم الامراض اللي بتصيب الحيوانات كلها واللي بنتكلم عليها هي الايه الرينج وورم، او الاوب اللي بيطلع في وش الايه الحيوانات ده، الرينج وورم. والرينج وورم طبعا غالبا بيكون معاه رينج فورميشن، طبعا بتبقى السكين ليجون بتبقى عباره عن رينج بتظهر في شكل حلقات، وطبعا بيبقى معاه هير لوست وايه واتشنج. بعد كده البارازيتك ديسيزس. البارازيتك ديسيزس هي الامراض اللي بتبقى بالاكسترنال والانترنال بارازايت، بنسميها اكسترنال وانترنال بارازايت. طبعا البارازايت دي كان ليف انترنالي ان ذا فورم اوف وورمز، ديدان والبروتوزو. كان ليف اكسترنالي اللي هي البارازايت، زي طبعا الاكسترنال بارازايت ليف اوت سايز سكين زي ما انتم شايفين في الصوره كده، اللي هي الايه بتعيش على السكين كوت، زي طبعا اللي انتم شايفين القراد والايه والبلاغيت وال المنش. الاكسترنال برازايت زي عندنا زي الفليز، قلنا الفليز دي بتكون سمول سايز او يسموها سمول فلاي او النات لوكينج برازايت. طبعا بتعمل بتبان طبعا المعارض بتاعتها على الجلد من بره، ان احنا بنلاقي فيه الايه الاكس بتاعت الاكس على الايه على الكود بتاع الحيوان او على شعر الحيوان، بتلاقي الاكس اللي هي بتبقى بيضه ديت على الايه على الشعر. طبعا دي بتعمل بيتزا انيمال، بتعض الحيوان طبعا وتعمل له اتشنج، وبتبقى فيد اون ذا ايه البلاد بتاعها. الانترنال برازيت اللي هنقولها معانا السنه دي برضو اللي هي الراوند وورم والهارت وورمز والهوك وورم والايه والوايب وورم. طبعا اول مره ندرس ديدان في الايه في القلب، او ديدان الايه الهارت وورم في في الانفكشنز ديزيز. طبعا ما خدناش قبل كده هارت وورم، لكن خدناها في الايه في الدوك. الاكسترنال برازايت تاني يعني حاجه كده مقدمات يعني لسه هنتكلم عليها بالتفصيل. زي ما انتم شايفين ان الكلب بيتضايق عشان يعمل اتشنج او بيعض في ايه في المكان اللي فيه الفليز، لانها طبعا بتعمل له بايتنج، فبيؤدي ان هو بيعمل اتشنج وبايتنج للايه للمكان اللي فيه الايه الريتيشن ده. وطبعا الحيوان البلاغيت ديت لما بتمص الدم بيحصل ايه ريد سبوتس كده في الايه في السكن وراشز. البروتوزوال ديسيز اللي هنقولها مع بعض السنه دي اهمها الايه الكوكسيديوز. نبدا بقى الامراض الفيروسيه بتاعه الكلاب، ويعتبر هو الايه الدرس الاول لينا او المهم اللي هو القناين ديستمبر. قناين ديستمبر كوزد باي قناين ديستمبر فيروس، وده من اهم اسباب الوفاه في الايه في الدوج. القناين ديستمبر ليت يورجي او الفيروس بتاعه، طب احنا قلنا ان هو
Canal distemper virus is a highly contagious viral infection caused by an envelope single strand RNA virus. يبقى الفيروس بتاع القناة الدستمبر highly contagious. يعني ايه highly contagious؟ يعني شديد الانتشار، شديد العدوى، العدوى بتنتشر فيه بسرعة. والفيروس المسبب بتاعه لازم تحط 3 خطوط تحت النقطة ديت، ان هو single stranded RNA. يعني ايه single stranded RNA؟ يعني لازم عشان تشخصه بالبي سي ار، ان انا لازم احول الار ان ايه ده لايه؟ لدي ان ايه، ماشي، او سي دي ان ايه، بحوله دي ان ايه بايه؟ بريفرس ترانسكريبتيز. يبقى عشان اعمل له بي سي ار بيسميه هنا البي سي ار اللي احنا نحول الار ان ايه لدي ان ايه اسمه ريال تايم بي سي ار. يبقى لازم اعمل له ايه في التشخيص؟ ريال تايم بي سي ار. الجينس، ودي مهمه برضو، حط تحت 3 خطوط عشان لما تيجي في الامتحانات والحاجات ديت ايه بتيجي الحاجات دي. يبقى هو سنجل ستراند ار ان ايه، الجينس بتاعه اسمه موربيلي فيروس، والفاميلي بتاعت الموربيلي فيروس ديت اسمها باراميرزو فيروس او باراميرزو فيردي. الباراميرزو فيردي ديت اتش ويتش از الفيروس ده فيري ريليتد تو الميسز اللي هي الحصبه في الانسان، ودي برضه اسمها حصبه الكلاب. خلاص، والريندر بيست اللي خدناه في الابقار او هو طاعون الابقار. الباراميرزو فيروس دوت الجينس اوف باراميرزو فيروس بيعمل ريسبيراتوري انفكشن ان فرايتي اوف فيرتبريت هوست، وعشان كده المرض بتاعنا ده بيعمل ايه؟ اهم اعراض فيها تبقى اللي هي الاعراض الايه؟ الريسبيراتوري. طبعا الباراميرزو بيعمل المامبس اللي هو ابو اللطام في الانسان، وبيعمل البرا انفلونزا فيروس اللي احنا بنتكلم عليه في الايه؟ في الكلى القاف. ذا فيروس انيشيالي ريبليكيت، اول انسان الكلب ما بياخد العدوى اللي زيه زي الكورونا اللي ماشي اليومين دول. الفيروس انيشالي لازم الفيروس في اي مكان بياخد انكوبيشن بيريود. الانكوبيشن بيريود ده بيبدا يحصل فيها ايه؟ ريبليكيشن للفيروس في الليمفاتيك تيشو. يبقى الفيروس انيشالي ريبليكيت ان ذا ليمفاتيك تيشو اوف ذا ريسبيراتوري تراكت. يبقى هو خد العدوى بالايه؟ غالبا بالايروسول. بعد ما يعمل انيشال ريبليكيشن في الريسبيراتوري تراكت يبدا يخش للايه؟ للميثيليوم بتاع الريسبيراتوري تراكت، وبعدها للايه؟ الفولونج باي ذا جي اي تي او الجاسترو انتستاين تراكت واليوروجينيتال تراكت والسي ان اس اند اوبتيك نيرف. دي كلها طبعا هتبقى فورمات الفيروس. يعني الفيروس ده بيعمل اعراض في 5 فورم او 6 فورم زي ما انتم شايفين، اعراض في الريسبيراتوري سيستم، واعراض في الجي اي تي، واعراض في اليوروجينيتال تراكت، وطبعا بيعمل اعراض في النهايه بيعمل اعراض سي ان اس، وبيأثر على ايه؟ على الاوبتيك نيرف في الكلاب. يعني الفيروس دوت مالتي سيستميك، يعني بيشتغل على كذا سيستم من الايه؟ في الجسم، ولذلك هو فيروس من اخطر الفيروسات اللي بتصيب الايه؟ الكلاب. ديسيز فولوز ان ذيس افكتد تيشو زي ما احنا قلنا ايه؟ واحد بالترتيب كده، ريسبيراتوري وبعدين جي اي تي وبعدين نيوروجينيتال والسي ان اس. بالترتيب الفيروس الديسيز بيمشي من سيستم لايه؟ ليمسك في التاني على طول. الايتيولوجي تاني براجعه تاني عشان نركز عليه. ديستمبر از كوزد باي سنجل ستراندد ار ان اي. كوزد باي ايه؟ سنجل ستراندد ار ان اي. طيب فيروس طبعا. الفاميلي بتاعته باراميرزو فيروس. اسم الجينس موربيلي فيروس. اسم الجينس ايه؟ موربيلي فيروس. ان هو الدي ان اي بتاعه ايه؟ سنجل ستراندد دي ان اي. طبعا الفيروس دوت انا هقول الحاجات بتاعته زي ما كنت بقول لكم في الكاتل فيروس الزوف كاتل. الفيروس دوت لازم اعرف هو بيتاثر بيه عشان اما اجي اعمل له ايه بريفنشن واعمل ايه ديزنفكشن اللي انتوا عارفينه. مش كل واحد يجي في الامتحان يقول لي ديزنفكشن ومش عارف ايه، لا لازم تكون عارف هو حساس لايه بالذات. ان الفراجايل فيروس دوت فراجايل انفلوب سنجل ستراند ار ان فيروس از سنسيتيف تو الليبيد سولفنت ساتش از الايثر and the most disinfectant including phenol and quaternary ammonium compound. It is relatively unstable outside the host. طبعا الفيروس دهوت بيبقى حساس للايثر والايه والفينول والكواترني كومباوند، لكن هناك معلومات بتقول ان الفينول ده فيري توكسيك للايه؟ للدوج. يعني ما ينفعش طبعا استخدم الفينول في حظر الدوج والدج موجود فيها او يكون الدج في المكان ده. يعني لازم اتخلص من اي اثار للفينول والا الكلاب بتموت من الفينول. طبعا الفيروس
unstable outside the host في خلال ايه اتكسر. الكماند استنبر الهيستوري بتاعت المرض او الفيروس 1740 ميلاديه، كانت ذا فرنش فيرست ريبورتد انيمالز فاوند ويز ديستمبر سون افتر ذا ديسكفري اوف امريكا. 1760 كيسز ريبورتد ان انجلاند بعدها ب 20 سنه. بعد 10 سنين كيسز ريبورتد ان رشا، بدا ايه يتعرفوا عليه، تعرفوا على الفيروس دوت ان هو بايه بتظهر بيه حالات. 1905 فيرست ريبورتد انسيدنس ان امريكا، خلاص دخلنا في 150 سنه من اكتشاف امريكا بدات تظهر فيها الايه المرض ده او يعملوا له روبورت يعني. 1950 بعد 200 سنه عملوا ايه الفاكسين اجينست كراين ديستمبر. 1974 بدأوا يعملوا له اكتشفوه في في نورث كندا او في كندا نورثن كندا وولفز. 1985 بدأ يجي في الايه الفيرتس او العرس يعني 6 فيرتس، هي دايما العرس مرتبطة بالايه بالكلاب بأمراض الكلاب، الأمراض دايما بايه بتبقى اللي موجودة في الكلاب بتبقى موجودة في العرس، حتى الريبيز برضو العرس ممكن تصاب بالايه بالريبيز. Were brought into the captivity and soon after all died as a result of clandestine virus. وطبعا بعد كده بدأوا يعملوا لنا ايه vaccination. clandestine virus infected dog، احنا عايزين نعرف الهوست بتاعت الفيروس ده، ومش بس الدوجز هو الايه الهوست، لكن بيأثر على الأزر ممل انكلودنج الفيرتس اللي احنا بس قايلين لكم دلوقتي والراكونز والسكانكس والفوكس. طبعا اللي قاعد فوق ده اللي هو الايه اللاينز الاسد الكبير ده، لا طبعا هو طبعا تبع الفليدز تبع الفصيلة القطية، لكن بيصاب بالايه بالكلاندستمبر، لكن القطط او الفلاين لا تصاب بالايه بالكلاندستمبر. يبقى الكلاندستمبر doesn't affect the flies، يعني القطط ما يجيلهاش الايه الكلاندستمبر، يعني حصبة الكلاب حاجة وحصبة القطط حاجة، حصبة الكلاب بالكلاندستمبر، حصبة القطط هنبقى نقولها بايه بعد كده بالبر طبعا. dogs of all ages at risk، يعني هو ممكن يصيب الكلب في اي وقت من ايه من اوقات الحياه بتاعته او من عمره او اللايف سبان بتاعته، ولكن طبعا اذا كان ايه ما فيش تحصيل. if not previously immunized although infection is most common in puppies، يبقى هو بيجي في الاعمار الصغيره اللي هي تحت 16 ويكس اوف ايج اند الفيري اولد دوج، طبعا بيحصل فيها من ايه سبريشن. domestic cats اللي هي القطط بتاعتنا are not at risk، ما يحصلهاش إصابة بالإيه of catching the disease but large fleas such as lions اللي انتوا شايفينه فوق ده can catch the إيه the virus. transmission إزاي الفيروس بيتنقل من حيوان للتاني. a healthy animal الحيوان الصحيح may contract canine distemper from direct contact with infected animal or aerosol droplets، يعني مش لازم مع الحيوان نفسه لكن ممكن مع الايروسول دروبلت اللي بتطلع من ايه من النفس بتاعه او من كده من اخيره. from an infected animal or its bodily secretions والويست بتاعت الايه الحيوان اليورين الفيسز، طبعا احنا قلنا بسبب اليورين سيستم بسبب الفيس الانتستاينال تراكت بسبب الريسبيراتور تراكت مع النيزل ديسشارج مع السلايفيشن، كل دي طبعا بودي سكريشن وبودي اكسكريشن. ات كان الفيروس دوت كان سرفايف اوت سايد ذا بودي فور اب تو 3 اور، قلنا فراجايل بيتكسر بسرعه خارج الايه خارج الجسم، اترم تمبريتشر
and for as little as 30 minutes, نص ساعة بس لو الحرارة 60 فهرنهايت. It can survive for years، يعني ممكن يعيش لمدة سنين طبعا if kept frozen. أي فيروس وأي بكتيريا لو جمدناها بتعيش في لفترة إيه طويلة outside of light. الكرايان ديستمبر فيروس has not been shown to pose a risk for human، يعني ملوش زونوتيك امبورتنس. الباثوجينيسيس اوف ذا كرايان ديستمبر فيروس، طبعا قلنا الانفكشن بتحصل عن طريق الاريسول، فلما بيروح طبعا في الفترة الأولانية قلنا بيروح في الليمف نودز بتاعة الأبر ريسبيراتوري تراكت والتونسل ويستنى فيها من 7 ل 10 أيام انكوبيشن بيريود. في خلال الانكوبيشن بيريود ده بيحمل بيخش في الألفا والماكروفاجس، والماكروفاجس في اللمفويد سيلز أوف تونسل اللي احنا قلنا عليها ديت، واللوكال ليمف نود اللي هي في ريسبيراتوري أبر ريسبيراتوري تراكت طبعا، والبولمار والسبلين. في الفترة ديت طبعا بيعمل اميون سبريشن للانفكتد سيل وتيرن اوف الان الانفكتد سيل نفسها بتعمل تيرن اوف للايه الان انفكتد سيل طبعا بالايه بالجاما انترفيرون اللي بتطلعه. وطبعا بعد كده الفيروس بيبدا ايه يروح للايه للابيسيليا انفكتد الابيسيليا سيلز الابيسيليا سيلز وبيبدا بالايه الابيسيليا سيلز بتاعت طبعا الايه الريسبيراتوري سيستم، وبعدين يروح للجاي تي زي ما احنا قلنا. فلما يعمل كده يعمل ريسبيراتو ساينس طبعا والجي اي تي ساينس، يبدا الحيوان حاجه من الاثنين بيحصلوا ديس بيستغل البكتيريا الانفكشن يا اما يحصل له ريكفري طبعا يخف يعني وكده، او بيحصل ايه الفيروس بيروح بقى طبعا للايه للنرفس سيستم ويحصل نون انفلاماتوري دامج وديمايلينيشن للنيورون وديمايلينيشن للمايلين شيس ويحصل نيورون ديجنريشن. في الحاله ديت تظهر الايه الاعراض اللي هي الايه العصبيه اكيوت نيورولوجيكال ساينس. الاكيوت نيورولوجيكال ساينس دي ممكن تؤدي الى وفاه او تتحول لكرونيك كرونيك نيورولوجيكال ساينس، وفي النهايه الحيوان بايه الكرونيك ديسيز ده بيموت او يحصل ريكفري. وحتى لو حصل ريكفري الاعراض بتاعت الانسفلايتس او الاعراض بتبقى بيرمننت، الاعراض اللي هي العصبيه اللي ظهرت على الحيوان حتى لو الحيوان عاش بيفضل معاه اعراض ايه عصبيه بيرمننت. الكلينيكال ساينس طبعا احنا هنقسم بنقسم المرض دوت الساينس بتاعته لخمسه فورم، خمسه ايه فورم. وقلنا طبعا ان اول فورم بتحصل معانا هي الفورم الايه الفورم اللي هي الريسبيراتوري فورم، لان العاده بتبقى بالايروسول وطبعا بتبدا في الايه في الريسبيراتوري سيستم. فاعراض الريسبيراتوري طبعا هتكون ايه الفورم بتاعتها بتبقى مع اسوشيتد ويز سام ساينس لايك نيزل اند اوكولار ديزتشارج، يبقى فيه ايه ريني نوز خلاص، ويبقى فيه طبعا كافينج والحيوان بيبقى مش قادر ياخد نفسه وفي صعوبه في التنفس ديزنيا، وبيحصل ايه انواع كتير من النمونيا. دايما الاعراض الريسبيراتوري مرتبطه معاها بالعين على طول، هتلاقي في اوكلر فورم. الاوكلر فورم دوت بيبقى فيه anterior uveitis او inflammation of the front chamber of the eye اللي هي الايه الحجره اللي في المقدمه بتاعت العين، وده طبعا بيتعمل لي may cause the cornea اللي هي القرنيه بتاعت العين to appear cloudy خلاص and or cause changes in the presence of the virus، بيحصل في changes في الايه العين في ال appearance of the virus. ده طبعا بالنسبه للايه للاوكولار فورم، وهنتكلم طبعا عن الاعراض بالتفصيل بعد كده. طبعا في الاوكولار فورم بيحصل فيه كراتو كونجنكتيفايتس سيكا او التهاب في الايه في بيحصل كراتايتس او بيحصل التهاب في الايه في الكونجنكتيفا وفي الايه وفي القرنيه. وطبعا الاوبتيك يحصل اوبتيك نيورايتس التهاب في الاوبتيك نيرف وريتينال ديجنريشن في النهايه ويحصل الايه بلايندنس، لكن غالبا ما بنوصلش للمرحله ديت يعني. الجاسترو انتستاينال انفكشن او جاسترو انتستاينال تراكت انفكشن لما بيظهر فيها الاعراض الفورم بتاعها جاسترو انتستاينال ايه فورم، طبعا الاعراض بتاعت الجاسترو انتستاينال فورم وانت مغمض كده بيحصل ايه حيوان انوركسيا، طبعا حيوان بيعمل فوميتنج طالما جاستريك يبقى هيبقى فيه فوميتنج،
كوينت ستاينر طبعا يحصل دايريا او ميبي بلاد دايريا. وفي حاجه مشهوره هنا في الفيروس ده في الكلام اسمها ديستمبر تيس. يعني ايه ديستمبر تيس؟ يعني الكلب الصغير بابيز لو حصل له انفكشن بيحصل فيفر. لو حصل له فيفر من قناه ديستمبر ده بالذات في العمر الصغير ده بتبقى في العمر ده بيحصل ايه، بيتكون الايه السنان بتاعته البيرمننت تيس. فلما تيجي السنان تتكون وفي فيفر بالقناه ديستمبر، طبقه الانامل او الطبقه بتاعه الكالسيوم ما بتت ايه ما بتغطيش السن، فتبقى السن ايه الطبقه البيضاء بتاعه السنه دي ما بتتكونش. وده طبعا هيخلي السنه ايه، هوريكم الشكل بتاعها اسمها ديستمبر تيس او فيها هايبو بليجيا اوف انامل ايه اوف انامل. طبعا يعني بتبقى السنه ما فيهاش الايه الطبقه البيضاء اللي عليها من فوق ديت، هتبقى ظاهره ان هي ايه حاجه ايه مدممه كده ديستمبر تيس. وده بيرمننت، حتى لو حيوان خف ده بيرمننت ايه بيرمننت ساينس، يعني بتفضل معاه مدى الحياه ما بتتصلحش. ده بالنسبه للديستمبر تيس. يبقى ده في طبعا الجاسترونتستينال ايه فورم. الفورم الرابع اللي هو الدرماتولوجيكال فورم، طبعا بيحصل ابدومينال باستيول، بيحصل فيه باستيول او ابس صغيره كده على البطن على الجلد، وبرضه بيحصل فيه نيزل اند ديجيتال هايبر كيراتوزيس. ودي برضه حتى لو الحيوان خف النيزل والديجيتال هايبر كيراتوزيس دي بتفضل بيرمننت برضه، اعراض ايه دايما. طبعا الفورم الاخير اللي هو طبعا لو وصل له هيموت اللي هو النيورولوجيكال ايه فورم. النيورولوجيكال فورم دوت بيظهر فيه حاجه اسمها تشوينج جام او ايه السيزرز. السيزرز ديت نوع من الصرع وليس الصعار، اللي هو الصعار اللي هو الايه الريبس، ده نوع من الصرع ان الحيوان بيجي له نوبات كده من الايه، من ان هو يحصل له ايه نوبات من الصرع، وبتتميز ان هو بيعمل تشيفنج للجم، يقعد يمضغ على ايه على الجم بتاعته او على اسنانه. في طبعا ويكنس وبراليسيس، ويكنس اور براليسيس ممكن يحصل له شلل، لوس اوف بالانس ما بيبقاش قادر يقف، بيبقى عامل يتمايل يمين وشمال، ومصل تويتشنج طبعا اللي هي التريمورز في العضلات، وهايبر سنسيتيفيتي او ما يتعرض لاي ستيمولايت وسط لاي حصل له ايه مصل تريمورز، ده يعني هايبر سنسيتيفيتي. وطبعا بيبقى فيه الام في النيك نيك بين، والبيهيفير بتاع الحيوان طبعا بيتغير. دي الاعراض اللي هي الايه العصبيه. الكلينيكال ساينس تانية والكلينيكال فايندينج زي جاسترونتستينال ساينس بتتميز بايه الجاسترونتستينال ساينس؟ اول حاجه فوميتنج اند دايريا. فوميتنج اند ايه دايريا. جاستريك يبقى فوميتنج، انتستينال يبقى ايه دايريا. طبعا الحيوان اللي عنده فوميتنج وعنده دايريا هيحصل له ايه بالطبيعي ان يحصل ديهيدريشن. طبعا الحيوان طبعا بيبقى عنده اكسسيف سالايفيشن نتيجه الالتهابات اللي احنا قلنا في الايه الديستمبر تيس ديت، ولوس اوف ابيتايت واند ويت، كل ده يؤدي للويت ايه لوس. وين اند اف سيرولوجيكال ساينس ديفلوب ان كونتيننس مي انسيو، الحيوان طبعا هي ايه هيموت. الريسبيراتوري ساينس طبعا في عندي اشهر حاجه في الريسبيراتوري ساينس، طبعا الحيوان عنده التهابات في ابر ريسبيراتوري تراكت او في النوستريل، فطبعا هيبقى عنده راني نوز، النوز على طول نازله في مخاط نازل من الايه مناخيره على طول، في كافينج كحه، ليبرد بريسنج صوت التنفس بتاعه عالي، وفارنجايتس والبرونكايتس ار سي طبعا بتسمعها من الايه بالسماعه. النورولوجيكال ساينس انفولانتري تويتشنج اوف ماسل، يعني عنده ماسل تريمورز اور جروب اوف ماسلز، سيزر اللي احنا قلنا عليها ديت، اوفن ديستنجوشد باي سالايفيشن بعد كده في السالايفيشن بعد السيجر ديت. وطبعا الحيوان بيبقى سنسيتيف تو لايت، طبعا في كوردينيشن ده اعراض عصبيه كلها يعني مش قادر، في فقد الاتزان، في سيركلينج، انكريس سنسيتيفيتي تو سنسوري ستيمولاي ساتش از بين اور تاتش، and deterioration of motor capabilities مش قادر يمشي، في paralysis less commonly they may lead to blindness and paralysis. الأوكلار ساينس ده احنا قلنا الفورمات اللي كنا قلناها قبل كده،
الأوكلار ساينس بتتميز بسوولين اوف ايليتس، كونديشن اوف كونجنكتيفال ميكوزا، احنا بنقولها كونجنكتيفايتس، او طبعا لما تيجي مع القرنية بنقولها كيراتو كونجنكتيفايتس. طبعا في بيورولانت ديزتشارج فروم ذا اي، تلاقي في بص نازل من العين، وممكن يؤدي الى ulceration of the cornea، القرنية بتبقى فيها ulcers. الأعراض اللي هي lasting signs، الأعراض الدائمة طبعا، a dog that survive distemper will continue to have، يعني حتى لو هو عاش مع من الدستمبر، بعد الدستمبر ده ما حصل له، will continue to have both non life threatening and life threatening signs throughout its life span. The most prevalent non life threatening symptom اللي هي ما بتأثرش على الحياة is heart bad. هارد باد ديسيز اللي احنا قلنا عليها ان الهارد باد بتكون فيها هايبر كيراتوز. This occur when the dog experience a thickening of the skin of the eye of the bad اللي احنا قلنا عليها الهايبر كيراتوز of its paws as well as on the end of its nose، مناخيره وفي تحت بطن رجله كده. خلاص دي طبعا الهايبر كورتيزول دي بتبقى نون لايف ثريتنج وبتبقى موجوده مع مدى الحياه. Another lasting symptom commonly is enamel hyper hypoplasia، ده قلت لكم الماده اللي هي البيضه اللي على السنان ديت بيحصل فيها هايبوبليجيا، ما بتبقاش متكونه بس السنان بتاع الكلب ما عليهاش الطبقه البيضه كده، وده طبعا لو بتبقى في البابز especially will have damage to the enamel of the teeth، لو البابز ده اتصاب بالايه بالقناة الدستمبر في مرحلة تكوين الايه السنان الدائمة بتاعت الايه بتاعت الكلب. clinical science vary depend on، احنا قلنا clinical science والفورمات بتاعتها، لكن بنطول معاها شوية ونتكلم ان clinical science ديت مش كلها بتظهر مرة واحدة، ولا كلها لازم تظهر في الايه في الحيوان، ولكنها بتختلف بتختلف من حيوان للتاني depend on depending on، بتعتمد على ايه؟ فيروس سترين، هل في سترين ده عالي الضراوة ولا ضعيف ولا كده ولا متوسط الضراوة، طبعا الأعراض بتظهر عليه، وعلى environmental condition وعلى الهوست طبعا نفسه environmental condition، هل environmental condition ديت ستريس هي أخرى وتعمل ستريس على الحيوان هتنزل مناعة، والهوست ايش بقى الهوست والايج، قلنا ان هو مؤثر على اليونج ايج والايه والفيري اولد ايج، لكن الاعمار اللي هي قويه ما بتتاثرش قوي بالايه بالمرض، والهيومون ستاتس بتاعت الايه الحيوان هو فاكسينيتد ولا نون فاكسينيتد طبعا، او البابز ده برضه مولود من ام فاكسينيتد قبل كده ولا من ام ما كانتش فاكسينيتد. السيمبتوم اوف ذا ديسيز ار سيميلر تو ذات اوف اريبت انيمال، شبيهه بالايه بالريبس، and are mostly the same in all susceptible species. الأعراض كلها بتكون في متشابهة في في most susceptible species زي ما قلنا الدوج والايه والفوكس والراكون والفيرتس، كنا بنقول في الايه في اللايونز، كل الأعراض بتكون متشابهة في الايه في السبيشيز المختلفة، وفي طبعا تشابه ما بين المرض وما بين الريبس، لكن لما ناخد الريبس هنعرف ازاي نفرق ما بينهم وبين بعض. other clinical signs include clinical signs التانية اللي فيه طبعا المرض دوت لازم تحط خمس خطوط تحت الكلمة دي diaphysic fever، diaphysic fever يعني having two phases of fever، يعني الحرارة بتطلع وبعدين تنزل وبعدين تطلع تاني، تطلع تنزل تطلع تاني، بتطلع وتنزل مرتين، وتخلي بالك من ان الحرارة هنا diaphysic fever. طبعا الحيوان بيحصل له ليثارجي، يقعد على جنب كده ويبقى ضمي، وطبعا بيبقى فيه اتاكزيا و loss of coordination of muscle especially of the extremities. طبعا الكلينيكال ساينس هنوريها لكم بالايه بالصور برضو عشان تثبت. تاد ستمبر تيس طبعا بصوا على السنه كده هتلاقي السنه زابيتد discolored teeth، شايفين السنة فيها نقط حمراء اهي قدامكم ماشي.
ديت معناها ان طبقه الكالسيوم او طبقه الانامل ديت مت ايه ما اتكونتش. May result when the young dog are infected with distemper virus prior to the eruption of their permanent teeth. ده هي الايه اللي بيقولوا عليها الديستمبر تيس. تعال بقى نشوف النيزل والديجيتال هايبر كراتوز. بص على بطن الرجل من تحت هتلاقي فيها الايه الحرشفه اللي تحت ديت وعلى المناخير اهي. Often found in dogs with neurological manifestations. هذه الصورة واضحة. نخش بعد كده على الايه الفيروس دوت فيه اعراض عامة. لازم يكون فيه هاي فيفر، وان الهاي فيفر بتكون ايه دايفيزك. طبعا في اي ونوز ديسشارج، احنا بنعيد الكلام مرة واتنين دوت عشان ايه يثبت، لان النتيجة لايه لأهمية المرض دوت. هارد فوت بادز وتويتشنج وايه وسيزرز اللي احنا قلنا نوبات من الايه من الصرع. ادي الهارد فوت باد تاني كمان مره، والايه والهارد نوز اللي هي الايه اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا في تحت العين برضو طبعا ايه حاجات من الاوكلر ديزتشارج مش في تحت العين، وعامل برضو هايبر كروتوزس تحت الليجو. حيوان مات هنشرحه بقى ونشوف في ايه. سايميك اتروفي، يعني السايمس بتاع الحيوان ده دايما بيكون في ايه اتروفي. از ا كونسيستنت بوست مورتم فايند، يعني ايه كونسيستنت؟ يعني دايما بلاقيه، غالبا بلاقي ان ايه لازم يكون في سايميك اتروفي. في طبعا هايبر كراتوزس اوف ذا نوز والفوت باتس دي سايلينها. في يعني طبعا مع العرض بتبقى معرضه للنرفس ساينس، والحيوان بيموت من نشفى الساينس. في برونكونوموني، احنا قلنا هو اصلا ايروسول انفكشن بيخش على اللنج على طول. طبعا بيخش بعد اللنج على شويه ايه بلاقي في انترايتس. في سكين باستيول اللي احنا قلنا بتكون على الابدو بيبي بريزن. في نكروزس في الليمفاتيك تيشو، هو اصلا بيخش في الليمفاتيك تيشو عشان يحصل فيها يعمل فيها الايه مالتيبليكيشن الاول، فبيعمل دامج للايه الليمفاتيك تيشو. بيعمل انترستيشيال ايه نيمونيا. ده بقى اللي بالنسبه للباثولوجي بيعمل حاجه اسمها سايتوبلازميك اند انترا نيوكلر، يعني الاثنين انكلوجن بودي ان ذا ايه ريسبيراتوري واليورينري والجي اي تي ابيسيلي. طبعا بيعمل نيورولوجيكال ديجنريشن في المخ وجليوزيس اللي هو تجمع من المايكروجلايا ونون انفلاماتوري دي مايلينيشن، قلنا الكلام ده كله، وبيري فاسكولار كافينج نون سبيوراتيف ليبتو منجايتس اند انترا. هنا بقى انترا نيوكلر، بس انترا نيوكلر انكلوجن بودي في الجلايا الايه سيل، خاصة في الجلايا السيل. دي طبعا صورة للباثولوجي عشان نوريك الايه اللي هو بيعمل في اللنج نمونيا ازاي. وطبعا اهم من النمونيا اللي انا عايز اشوفه انا بالنسبه لي كامراض معديه اللي هو الايه الانكلوجن بوديز اللي هي مش هقول عليها السهم الطويل. الانكلوجن بوديز سواء كانت انترا سيتوبلازميك او انترا ايه نيوكلر انكلوجن بوديز. والانكلوجن بوديز ديت عباره عن داركر سبوتس ان ذا كلير شيبس، واضحه خالص، وطبعا اللونجر ارو بيشاور ايه عليها. وهي عباره عن ايه عبارة الكروجين ار اكشوال كلامبس اوف ذا فيروس، عبارة عن كلامبس ومن الايه؟ من الفيروس ذات ار فيزابل اندر ذا مايكروسكوب، يعني لو فيروس واحد مش هشوف، لكن دي كلامبس من الايه؟ مجموعة من الايه؟ من الفيروس وزين ذا انفكتد ايه؟ سيل. كلاين ديستمبر شيد او الانفكتد انيمال كان شيد ذا فيروس فور اب تو 3 مانس. اسيمبتوماتيك كارر ار بوسبل. خلاص عشان لما تيجي في الايه في الامتحانات الحاجات ديت كنا عارف ان في حاجه اسمها ايه ان الكلام الفيروس ممكن يعمل شيدنج في الالم اللي لمده 3 شهور. في اسيمبتوماتيك كارير في الدايجنوزس بالبي سي ار. اخد بي سي ار عينات منين؟ بتاخد العينات طبعا من الكونجنكتيفا او الكونجنكتيفا الايه السواب بالعين. ممكن اعمل بقى الكترون ميكروسكوبي كونجنكتيفا السواب دي، وممكن اعمل الكترون ميكروسكوب لليورين نفسه لان الفيروس بيكون موجود في اليورين.
وطبعا بيبقى فيه كاركترستيك ريتنال ايه ليجنز. الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم ديت دي ار بي سي، صوره الار بي سي فيها انكلوجن بوديز بتاعت الايه بتاعت المايلز. بالنسبة للبي سي ار الريسنت فاكس، البي سي ار العادي ان انا احول الدي ان ايه لسي دي ان ايه واعمل بي سي ار عادي من غير ما اعمل ريال تايم بي سي ار، ده بيعمل لي فولس بوزيتيف لو الحيوان ايه، لو الحيوان ايه فاكسينيتد. الدياجنوستيك تيست هي التستات اللي بعملها عشان اشخص المرض، الاميونوفلورسنت اساي، الاي اف ايه فور فايرال انتيجين اور انكلوجن بوديز ان ذا سيل اللي احنا قلنا عليها ديت، فروم كونجكتيفال سكراب او يورين سيديمنت او البافي كوت، الاكسبكتد ريزلت بتاعتها فير تو ايه بور، بي سي ار اوف نيزل اند اوراكولار ديسشارج جود تو فير، ده انا عامل بي سي ار لكن بوسبل فولس ايه بوزيتيف لو كان الحمام فاكسينيتد. السيروم اي جي ام اور اي جي جي ان انا اعمل اليزا يعني جود بص، ولكن في فولس ايه بوزيتيف نتيجه للايه الفاكسينيشن برضه. طب السيريبروس بانر فلويد انتي بودي ديتكشن برضه جود تو فير، لكن اهم تيست بقدر اشخص فيه لان انا بعرف فيه السنسيتيفيتي بتاعته عاليه والسبيسيفيسيتي بتاعته ايه عاليه للفيروس، وبتديني نتيجه اكبر من ايه من 90%. يبقى اهم تشخيص للفيروس بتاع الكورونا ديستمبر هو الريال تايم ايه بي سي ار. ريكومنديشن تريتمنت، نو سبيسيفيك تريتمنت فور ديستمبر هاز بين بروفن افكتيف، تريتمنت كونسيست اوف سبورتيف كير اند مي انكلود، حيوان طبعا عمال يفقد سوائل، في فوموتينج، في دهيدري، في دايريا، في نزل ديسشارج، في سلايفيشن، يبقى لازم اعوض له الحاجات دي، تديله فلود سبورت ونوتريشنال سبورت طبعا عشان ما فيش فيه انوركسيا، وانتي ايميتيك ثيرابي فور فوميتنج اند برولونجد انوركسيا. نوبلايزيشن اند كوبج فور نمونيا، ان انا بصوابعي كده بخبط على ايه على صدر الحيوان واقلبه لايه لقدام عشان ينزل الايه الفلويد اللي في اللانج او الاكسيدات اللي في اللون، يبقى بيخبطوا على صدر الحيوان كده بتعمل بركشن كده على صدر على صدر الحيوان وتقام قلبه لايه لقدام راسه تبقى لتحت، بقوم نازل الايه الاكسيدات اللي موجود في الايه في اللونج دي، طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا ان الحيوان طبعا بيقدر ياخد ايه الهواء ويقدر يتنفس، اللي هي اسمها نوبلايزيشن اند كوباج. طبعا ممكن تشوفوا الحاجات ديت على ايه على اليوتيوب. انتيبيوتيك طبعا عشان امنع السكندري بكتيريا انفكشن اللي هي بتكون سبب الايه الوفاه. فيتامين بي سبلمنت هاز بين ريكومبندد اند فيتامين اي سبلمنتيشن مي بي هيلبفول ايرلي ان ذا كورس اوف ايلنس، ده الفيتامين اي مهمه جدا عشان ايه طبعا فيتامين بي عشان نيورولوجيكال ساينس، وفيتامين اي عشان الابيسيديال ايه ريجنريشن. السيزرز او نوبات الصرع ديت ما نيد تو بي كنترول وذ انتي سيزر ميديكيشن، حاجات ايه مهدئات. الكراين ديستمبر السيرم بتاعته زي ما احنا قلنا اقول ايه سبورتيف تريتمنت، طبعا بالنسبه للكنترول بتاعه في هايلي افكتيف ريكومبرنت فاكسين افيلابل، في المورتاليتي بتاعتنا هنا ده طبعا تبع مش تبع التريتمنت لكن كانت المفروض نقوله في الاول ان المورتاليتي بتكون 50% في الادلت واكتر من 80% في الايه في اليانج وانز. السرفايفور كان هاف لونج تيرم نيورولوجيكال بروبلم زي ما احنا قلنا، الفاكسينيشن از هايلي افكتيف، ماريال ريكومبيتد ريكومبتيك از مور افكتيف ذان اني اذر ديستمبر فاكسين، ده احسن فاكسين اللي هو بتاع المريال ديت. ات بريكس ثرو ماترنال اميونيتي يعني ممكن اديه في سن يوم خلاص، يبقى ايه لا طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بنديش فاكسينيشن للبابيز غير بعد الاسبوع الخامس او السادس، فطبعا ده ممكن ايه يكسر ايه ماترنال ايه
immunity او الاميون تولرنس اللي بيحصل نتيجه لايه؟ ماتيريال اميونيتي. تريتمنت تاني نركز فيه كمان مره، since no antivirus drug against current distemper are available treatment are symptomatic and support. بعتها كمان مره قد ايه؟ broad spectrum antibiotic balanced electrolyte solutions parenteral nutrition antibiotic عشان الحراره and analgesic عشان البيت and anticonvulsant عشان طبعا التريمورز اللي بتحصل ديت are used and good nursing care is essential. anticoagulant distemper serum ده حاجه مهمه جدا، ان انا ممكن ادي اخد سيرم طبعا بيبقى بيتباع طبعا السيرم دوت، مش هقعد اسحب من كلب كان انفكتد قبل كده عشان ادي الكلب سليم. anticoagulant distemper serum من 1 لـ5 مللي بير كيلو جرام بودي ويت انترافينوس انتراماسكولار اور سبكوتينوس can be administered as quickly as possible to طبعا ذا بيشنت ده المقصود بيه اللي هو الايه؟ الدوج او القناين ايه؟ انيمال. respiratory complication can be combated by antibiotic عشان طبعا السكندري بكتيريال انفكشن، فانا ممكن احارب السكندري بكتيريال انفكشن بالايه؟ بالانتيبيوتيك. والاكسبكترانت طبعا عشان الايه؟ الاكسديت الكتير اللي موجود في الايه؟ في البرونكاي وفي الايه؟ في اللنج. برونكو دايليتورز اند ميوكو او ميوسينو لايتكس حاجه تكسر الايه؟ الميوكوس. انتي كونفالسنت اند سيداتيف طبعا الحيوان اللي هو بيحصل له السيزر دوت لازم اديله ايه؟ سيداتيف او مهدئات عشان ايه؟ اتخلص من النورولوجيكال ايه؟ دامج طبعا او الاعراض الايه؟ العصبيه. طبعا ما ننساش فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين اي. ايه بروجنوزس ديبند اون ذا سترين اوف ذا فيروس زي ما احنا قلنا اند ذا دوج اميون ريسبونس والانفيرمنتال كونديشن اللي احنا قلنا عليه. دوج مي بي ريكفر كومبليتلي ويز جود نيرسينج كير بات ديسبايت انتنسيف كير سام دوج دون نوت ميك ا ساتسفاكتوري ريكفري. Unfortunately, treatment for acute neurological manifestation of distemper is unsuccessful. حصلت أعراض عصبية، الوضع بيكون unsuccessful. If neurological signs are progressive or severe, the owner should be appropriately advised. لازم تعرفه. Warned that the neurological signs can develop weeks to year after infection. يعني برضه لازم تعرفوا بعد الانفكشن ده لو الحيوان خف ممكن يحصل فيه ديفلوبمنت للايه؟ للنورولوجيكال ساينس بعد الحيوان ما ايه؟ بخير. And the prognosis for dog with worsening neurological signs is poor. Even if the dog survive, neurological damage is often permanent. دي كلها حاجات انت بتعرفها عشان تقولها للايه؟ للاونر. يعني هي مش ليك انت، ده انت لازم تعلمها للايه؟ للاونر. Once a dog has fully recovered it no longer sheds the virus and is not contagious. خلاص لكن احنا عندنا اسيمبتوماتيك كارير، اوعوا تنسوه دي حاجه ودي حاجه. اللي يخف ما بيبقاش كارير، لكن ممكن يكون عندنا ايه عشان الاختيارات ولا الصح والغلط اللي بتطلع ديت، يبقى انت عارف ان انت عندك ايه اسيمبتوماتيك كارير في حالات الايه كارير بيستم. البريفنشن The only prevention is following a good vaccine program. لازم اعمل good vaccine ايه program and keeping the pet اللي هو الحيوان يعني البيت بتاعنا up to date on all vaccines. خلاص an effective current distemper vaccination has available since زي ما احنا قلنا في المقدمة 1950 the current distemper طبعا اللي هو current distemper اللي هو اللايف اتنويتد فيروس او موديفايد لايف اتنويتد فيروس ده هو ايه احسن طبعا الفاكسينات طبعا از بيزك ايمونيزيشن فور ذا دوج ده اول واحد تديهوله. يعني انت لو هتكمل بعد كده حتى بركومولان لازم ابدا الاولاني اول جرعه تكون ايه احنا طبعا هنقول البروجرام كله مع بعضه لان طبعا احنا بندي في الكلب السوماني هما 8 فيروسات نبدا عند الاسبوع الخامس وبعدها بثلاث اسابيع وبعدها بثلاث اسابيع
لحد ما نوصل الاسبوع ال 12 او 13، يعني 3 مرات. فطبعا اول مره او اول جرعه لابد ان هي تكون بالايه، مضادات لايف ايه فيروس دوت، لان طبعا احنا الترم الاولاني شرحنا اللايف فاكسين وقلنا ان هو احسنهم، لانه طبعا بنشط قلنا الايه الهيومرال والسيلولر اميونيتي واللونج تيرم طبعا كمان، وطبعا دي مميزات كتيره وفيري فاست طبعا، بيدي مناعه سريعه، وطبعا المميزات دي كلها قلناها وهنقولها في الفاكسينيشن تاني السنه دي ان شاء الله مع البروجرام. يعني it is generally combined with a vaccine of canine parvo، طبعا هو السمان اللي احنا عليه عنه عليه بند مع البارفو والبرا انفلونزا والادينوتو والليبتوس فيروس، وسام تايم طبعا بند الكورونا فيروس معاهم اللي هو السمان. يعني بابيز ار فاكسينيتد، الفاكسين بتاع البابيز طبعا من الاسبوع السادس للثامن اللي هو الاسبوع بتاع الفطام بعد ما يتفطموا. يعني هو الفطام دايما بيكون في الكلاب من 6 ل 8 اسابيع عشان اخسر الماتيرنال ايه اميونيتي، and then every 2 to 4 weeks وبكرر الجرعة كل 2 ل 4 أسابيع thereafter until they are 16 weeks old. فهمتوا بقى؟ يعني أنا كده هدي جرعة التحصين الأولانية عند الأسبوع السادس، لو هدي كل 3 أسابيع، ما من 2 ل 4 خلينا في المتوسط 3 أسابيع، كل 3 أسابيع يبقى السادس والتاسع وال12 والإيه وال15 أو 16، يبقى بدي 4 جرعات من الإيه من الفاكسين. يعني ما بحصنش ايه مره واحده، لكن بدل بوستر بعمل بوستنج دوز لمده 3 ايه او 4 مرات. يعني لو بدات عند الاسبوع السادس او بدات عند الاسبوع الثامن بحصل كل 2 ل 4 اسبوع لحد ما اوصل الاسبوع الايه ال 16. ذا نيكست فاكسين از جيفن، يعني خلصت كده عند الاسبوع ال 16 اديت الايه جرعه كامله، حصلت التحصين بتاعه الكامل اللي هو من الفيروسات الايه الثمانيه كلهم مع طبعا في بكتيريا، يعني التحصين الصومالي كله لحد الاسبوع الايه ال 16. عند الاسبوع ال 16 اديله الايه الريبس، اقدم معاه الايه الريبس، وبعد كده احصن كل ايه كل سنه 1 year later and vaccination poster are given every 1 2 3 year after. يبقى اول مره بعد سنه، بعد كده هقرر حسب المنطقه اللي انا فيها هل المنطقه ديت موبوءه انديميك ولا مش انديميك. لو المنطقة انديميك هدي كل سنة، لو المنطقة مش انديميك هدي كل ايه 3 سنين. كده الموضوع ده مفهوم؟ يا رب يكون اتفهم. الاتيولوجي تاني براجعه تاني عشان نركز عليه. ديستمبر از كوزد باي سنجل ستراندد ار ان ايه، كوزد باي ايه؟ سنجل ستراندد ار ان ايه. طيب فيروس طبعا الفاميلي بتاعته باراميرز فيروس، اسم الجينس موربيلي فيروس، اسم الجينس ايه؟ موربيلي فيروس. نوع الـ DNA بتاعه ايه؟ سنجل ستراند الـ DNA. طبعا الفيروس دوت انا هقول الحاجات بتاعته زي ما كنت بقول لكم في الكاتل، الفيروس الزوف كاتل. الفيروس دوت لازم اعرف هو بيتأثر بيه عشان اما اجي اعمل له ايه بريفنشن واعمل ايه ديزنفكشن اللي انتوا عارفينه، مش كل واحد يجي في الامتحان يقول لي ديزنفكشن ومش عارف ايه، لا لازم تكون عارف هو حساس لايه بالذات. ان الفراجايل فيروس دوت فراجايل انفلوبت سنجل ستراند ار ان فيروس از سنسيتيف تو الليبيد سولفنت such as الايثر and most disinfectant including phenol and quaternary ammonium compound it is relatively unstable outside the host. طبعا الفيروس دهوت بيبقى حساس للايثر والايه والفينول والكواترني كومباوند، لكن هناك معلومات بتقول ان الفينول ده فيري توكسيك للايه للدوج، يعني ما ينفعش طبعا استخدم الفينول في حظر الدوج والدج موجود فيها او يكون الدج في المكان ده، يعني لازم اتخلص من اي اثار للفينول والا الكلاب بتموت من الفينول. Prevention infected animal should be طبعا لازم الحيوان اللي معاه ده يعمل له كورانتين from other dogs. Widespread vaccination of domestic dog is essential، لازم اعمل vaccination في المنطقه كلها. تيشو كلشر فاكسين، طبعا في انواع كتير من الفاكسين واحنا قلناها في الترم الاولاني يعني ايه تيشو كلشر فاكسين ويعني ايه كده ويعني ايه كده، يعني ضيف اتنويتد طبعا هنا في التيشو كلشر، او ممكن اعمل بيه برضه ديد فاكسين من تيشو كلشر. الاستمبر اند كراين هيباتيتس فاكسين، دول من اهم الفيروسات اللي لازم اعمل لهم فاكسينيشن. كومبايند في كومبايند فاكسين اجينست الاستمبر والهيباتيتس والريبس بالتلاته، وفي طبعا كومبايند فاكسين اجينست الدستمبر والهيباتيتس والليبتوس فيروز، وفي السومان واللي احنا بنستخدمه في مصر هو اللي فيه الثمان ايه فاكسين. هل ده الميسلز فيروس فاكسين بتاع الهيومن ينفع لان انا استخدمه للدستمبر؟ ينفع، لان انا قلت لكم ما في اول محاضره ان هم
ريليتد لبعض، يبقى الايه اللي هو البارفو فيروس، قصدي القناه الاستمر فيروس والميسز فيروس بتاع الانسان ريليتد لبعض، يعني ينفع احصن بالايه، بالميسز فيروس فاكسين بتاع الانسان اقدر احصن بيه الايه الدب. ده الريفرنس اللي هي مكتوبه في المحاضره من الاول، لو عايز ترجع للايه للريفرنس عندك الريفرنس.